السلام عليكم، مرحبا بكم تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. اليوم سنتعرض لدرس في الإيقاظ العلمي. محتوى الدرس: مصادر تلوث الأوساط المائية والمحافظة على سلامتها. هدف الحصة: يحل المتعلم وضعية مشكل دالة بذكر بعض مصادر التلوث للأوساط المائية وتعرف طرق المحافظة على سلامتها. إذن هدف الحصة يتمثل في ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول: سنذكر ونعدد بعض الأوساط المائية. العنصر الثاني: سنعدد بعض مصادر لتلوث هذه الأوساط المائية. أما العنصر الثالث فسنذكر بعض الحلول أو طرق المحافظة على سلامة هذه الأوساط المائية من التلوث. إذن أحبائي، نعتمد كتاب الإيقاظ العلمي الصفحات 112 113 114. سأعيد، سنعتمد كتاب الإيقاظ العلمي الصفحات على التوالي 112 113 114. سنشرع في الدرس. أعزائي، هل تعرف الأوساط المائية؟ هل يوجد بجهتك أوساط مائية؟ أحسنتم، هذه صورة للوادي. نعم، الوادي. إذن الواد هو مصدر من المصادر المائية. نذكر على سبيل المثال أهم الأودية أو بعض الأودية في تونس: واد مجردة، واد مجردة، واد كساب. إذن بعض الأودية: واد المليز. إذن ما هذا؟ نعم، السد. السد هو من صنع الإنسان، يعني مكان يهيئه الإنسان ليتم جمع مياه الأمطار والسيول. يوظفها الإنسان فيما بعد هذه المياه في مآرب عديدة، كالاستحمام مثلا، كالشرب بطبيعة الحال بعد أن يحول إلى ماء صالح للشرب، وأنتم تعرفون ذلك جيدا ودرستموه في السنة الخامسة، كيف يمر الماء بثلاث مراحل لنحوله إلى ماء صالح للشرب، ويستعمله في سقي المزروعات والمغروسات، كما يوظف الماء في سقي منتوجاته الفلاحية وإلى آخره. إذن لدينا العديد من السدود في تونس، سأذكر بعضها: سد نبهانة، سد بن يمطير وغيره، وسد جومين كذلك، وسد واد الزرقاء، إذن وغيره من السدود العديدة. نمر إلى الوسط الموالي. ما هذا؟ أحسنتم، بحيرة جبلية. البحيرة الجبلية تعد وسطا مائيا كذلك، فهي تشبه السد ولكن أقل حجما وبطبيعة الحال أقل كمية من الماء. هل لدينا مصادر أخرى؟ ما هذا؟ ماجل. ماجل، هل تعرفون الماجل؟ الماجل يقوم بصنعه الإنسان وتهيئته، فماذا يحفظ فيه يا ترى؟ يحفظ فيه مياه الأمطار التي تنزل فوق سطوح المنازل. إذن تصل إلى الماجل ويقوم الإنسان بالمحافظة على نظافته، وذلك بتعقيمه وتنظيفه بعمل دوري، يكون ذلك بعمل دوري منتظم، ويستغله الإنسان إما في الشرب أو في الاستحمام أو في سقي المواشي أو سقي المزروعات والمغروسات وإلى آخره. إذن
نجد المواجن بكثرة في الوسط التونسي وخاصة في الجنوب التونسي، وتحية لأبنائي في الجنوب والوسط والشمال. نمر إلى المصدر الموالي، هذا وسط مائي كذلك، بئر، نعم بئر. الآبار يمكن أن تكون آبارا جوفية كما يمكن أن تكون آبارا سطحية. إذا البئر هو مصدر مائي كذلك، يستخرج الإنسان منه الماء ويهيئه الإنسان ليستغل هذا الماء في مآرب عديدة وفي أنشطته اليومية، كما ذكرنا سابقا، للشرب، للاستحمام، لسقي المواشي، لسقي المزروعات والمغروسات وغيرها من الأمور اليومية. إذا فجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه صورة ماذا؟ البحر، أحسنتم، البحر هو وسط مائي. نذكر على سبيل المثال بعض المدن التونسية، وأنت يا تلميذ السنة السادسة يمكن أن تكون مجاورا للبحر، البحر الأبيض المتوسط. فبعض المدن التونسية تطل على البحر الأبيض المتوسط. لدينا أمثلة أخرى كالبحر الأحمر، يعتبر منه، هو قريب منه من تونس كذلك نسبيا. إذن البحر هو مصدر مائي. إذن لدينا مجموعة من الصور كلها تعتبر أوساطا مائية، وادي، سد، بحيرة جبلية، ناجل، بئر وبحر. ولا ننسى هذه بعض الأوساط المائية، ولدينا أوساط أخرى كالمحيطات مثلا. نذكر على سبيل المثال المحيط الهادي، المحيط الهندي وإلى آخره. نمر أحبائي إلى الوضعية الموالية، ألاحظ وأتساءل. نشرت وزارة الصحة خلال شهر جوان قائمة في الشواطئ التي يمنع فيها السباحة، فلننتبه وننظر إلى الصورة. اقرأوا أحبائي ما كتب في اللافتة، ما رأيكم؟ لقد قامت وزارة الصحة بنشر مجموعة قائمة ذكر فيها أسماء لبعض الشواطئ، وصنفتها إلى نوعين: شواطئ يمكن السباحة فيها، وشواطئ يمنع فيها السباحة. إذن تعرفون جيدا أن شهر جوان هو بداية موسم الاصطياف. إذن ماذا يمكن أن ينتج عن هذا التلوث؟ ما هي مصادر تلوث هذا الوسط المائي؟ إذن لدينا مجموعة من الافتراضات. هذه مجموعة من الافتراضات الخاطئة، أدعوكم أحبائي لقراءتها جيدا وتعديلها أي إصلاحها. الفرضية الأولى: يمكن أن ينتج عن تلوث هذا الوسط المائي تكاثر الكائنات البحرية. عندما نقول كائنات بحرية، كل ما هو كائن حي، يمكن أن تكون طحالب أو عوالق نباتية أو عوالق حيوانية أو أسماك أو حوت إلى غيره. إذن تكاثر الكائنات البحرية. الفرضية الثانية: توفر مكان ملائم للسباحة. الفرضية الثالثة: تنفس الإنسان هواء نقيا. الفرضية الرابعة والأخيرة: نظافة رمال الشواطئ. ما رأيكم في هذه الفرضيات؟ نفكر قليلا. أحسنتم، الفرضية الأولى نعم موت، وليس تكاثر، موت الكائنات البحرية بفعل ماذا؟ بفعل التلوث، أصبتم. إذن الفرضية الثانية: لا يصلح الماء الملوث للسباحة. الماء الملوث يصدر روائح كريهة لا تصلح للتنفس، وهذا طبيعي.
كلما كان الماء ملوث انتقل من حالته الطبيعية، أي من الحالة من ماء صافٍ إلى ماء ملوث، وبذلك خصائصه تتغير، فيتغير لونه ويتغير طعمه تتغير رائحته. أحسنتم. إذن تلوث رمال الشواطئ صواب. ننتقل أحبائي إلى التمرين الموالي. ألاحظوا وأتثبتوا. لدينا مجموعة من الوسائل، عينة من ماء الوادي، عينة أخرى من ماء ماجل محفوظ، وعينة أخرى من ماء عين جارية. أدعوكم أحبائي لإنجاز هذه التجربة في المنزل. يمكنكم أخذ كأس شفافة تضعون بها ماء من ماء الوادي وتلاحظون. ماذا لاحظتم؟ أحسنتم. لهذا الماء لون وتبدو به بعض الشوائب، أي الأجسام التي تطفو. نعم، نمر إلى التجربة الثانية. أدعوكم لأخذ كأس شفافة كذلك وتملؤونها بماء ماجل محفوظ أو بئر محفوظ. إذن ماذا نلاحظ؟ صواب، نلاحظ ليس لهذا الماء لون ولا رائحة. إذن ماء صافٍ ليس به لون ولا رائحة. التجربة الثالثة، يمكنكم أخذ كأس وتضعون بها كمية من الماء من عين جارية إن أمكن ذلك، وماذا تلاحظون؟ صواب، ليس لهذا الماء لون ولا رائحة. نعم، نمر إلى التمرين الموالي. أحدد مصادر تلوث المياه. لدينا مجموعة من الصور، إذن يبرز بعضها مصادر تلوث المياه. فالصورة الأولى هي أنابيب صرف المياه الصرف الصحي أو مياه المجاري كما نسميها في البحار. الصورة الثانية هي مجموعة من الشبان يقومون بحملة نظافة على الشواطئ. الصورة الموالية هي لعمال يقومون بشفط النفط الناتج عن ناقلات النفط. الصورة الموالية هي صورة لطائر، هذا الطائر تعرض لعملية تلوث كبيرة بالنفط الذي يغطي سطح البحر. وصورة أخرى لمجموعة من الفضلات المنزلية الملقاة في أمكنة غير مخصصة لوضع الفضلات على قارعة الطريق. الصورة الموالية هي صورة لمحطة معالجة المياه المستعملة. الصورة الموالية هي صورة لمياه الأمطار والسيول، وهي تمثل حفرة كبيرة مملوءة بمياه الأمطار والسيول. إذن ما المطلوب منكم؟ الصورة التي وضعت عليها العلامة، كل هذه الصور هي تمثل مصادر للتلوث، إذن تلوث البحر وتلوث البر كذلك. إذن ماذا نستنتج؟ سنقوم بالتذكير بعناصر النص كما ذكرت سابقا في هدف الحصة. عناصر الدرس تتفرع إلى 3 عناصر أساسية. العنصر الأول الأوساط المائية. العنصر الثاني سنذكر مصادر التلوث. أما العنصر الثالث سنذكر معا طرق المحافظة على سلامتها، أي أننا سنبحث ونعدد بعض الحلول للمحافظة على سلامة هذه الأوساط من التلوث. نفكر قليلا. أحسنتم. الأوساط المائية متنوعة، الماجل، البئر، العيون الجارية، مياه الري، الأودية والبحار والأنهار، ولا ننسى المحيطات وغيرها.
إذن كلها أوساط مائية، نلاحظ هذا التنوع. إذن ننتقل إلى العنصر الموالي، فما هي مصادر تلوثها؟ نعم المصادر متعددة كذلك، لدينا الملوثات عموما كملوثات المبيدات التي نستعملها، المبيدات والأدوية، الملوثات الصناعية وهي فضلات المصانع والمعامل والنفايات وخاصة منها الكيميائية المضرة، الفضلات المنزلية أحسنتم، والمياه غير المعالجة مثل مياه الصرف الصحي، وكذلك المياه المستعملة التي نستعملها يوميا في الشؤون المنزلية وخلطها ببعض المواد الكيميائية كمادة الجافيل مثلا. إذن التلوث بالنفط وما ينتج عن ناقلات النفط أو بعض تسرب بعض النفط من البواخر والغواصات، وفي بعض الأحيان يتسرب النفط من آبار النفط. إذن نواتج الأنشطة البحرية كالبواخر والغواصات. إذن فما هي الحلول؟ فلنبحث عن طرق للمحافظة على هذه الأوساط المائية. صواب، يمكننا منع وصول مياه المجاري إلى مياه الشرب، وذلك عن طريق التخطيط المحكم وإقامة شبكات المياه بطريقة علمية ومدروسة، وذلك من قبل لجان مختصة. نعم ثانيا، يمكن منع بناء المصانع ذات النفايات وذات المواد الكيميائية الخطرة على الكائنات الوسط البيئي، وذلك بإبعادها عن مياه الأنهار، الأوساط المائية كالأنهار، ومنع وصول هذه الفضلات إلى المصانع وإلى مياه الأنهار. ثالثا، معالجة المياه الملوثة بطرق مناسبة علمية فتصبح مياه صالحة للاستعمال، يمكن أن يستعملها الإنسان في سقي مزروعاته ومغروساته، مثل ما شاهدنا في الصور محطة معالجة المياه المستعملة. كيف يمكن أن نعالج هذا المياه؟ أي نقوم برسكلة الماء وإعادة معالجته ليصبح ماء صالحا للسقي. وأخيرا، نشر الوعي البيئي أي تثقيف البيئي، وذلك للمساهمة في حماية الأوساط المائية من التلوث. إذن هذه بعض الحلول التي من شأنها أن تساعد على سلامة الأوساط المائية من التلوث. لمزيد من التركيز والفهم أحبائي، سننجز بعض التمارين. إذن التعليمة، أعمر الجدول التالي بما يناسب مما يلي. لدينا بعض المفردات، فضلات المنازل، النفط المتسرب من الناقلات، المياه المستعملة، وتصريف مياه وفضلات المصانع في البحر، ومياه الأمطار والسيول. سنقوم بتصنيف هذه العناصر إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي مصادر تلوث برية المنشأ، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة مصادر تلوث بحرية المنشأ. فلنفكر قليلا. أحسنتم، فضلات المنازل هي مصدر برية المنشأ. إذن النفط المتسرب من الناقلات مصادر تلوث بحرية المنشأ. المياه المستعملة كما ذكرت سابقا نستعملها في المنزل، إذن وتمتزج ببعض المواد السامة والخطرة، هي مصادر تلوث برية المنشأ. تصريف مياه الفضلات، فضلات المصانع في البحر والنفايات، إذن تعتبر مصادر تلوث بحرية المنشأ. وأخيرا مياه الأمطار والسيول، إذن هي مصدر تلوث برية المنشأ. مياه الأمطار والسيول إذا لم يتم استغلالها بطرق علمية
فهي ستصبح مصدرا من مصادر التلوث. إذا نمر إلى التمرين الوالي: أربط بسهم بين مصدر التلوث والطريقة المناسبة لمجابهته. إذا لدينا مجموعة تمثل ماذا؟ تمثل مصادر التلوث: فضلات المنازل، النفط المتسرب من النقلات، مياه صرف الصحي، تصريف مياه وفضلات المصانع في البحر. هذه المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية فهي تمثل الطرق للمحافظة على سلامة هذه الأوساط المائية، أو يمكن أن نسميها بحلول يمكن أن تحافظ على سلامة هذه الأوساط والمتمثلة في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استعمالها في ري الأراضي الزراعية. الحل الثاني دفن الفضلات الصناعية بعيدا كل البعد عن المصادر الجوفية والأودية، لأنها يمكن أن تتسرب تمتزج مع التربة وتتسرب إلى جوف الأرض وتصل إلى المائدة المائية. ثالثا سن القوانين الحازمة ضد كل من يتسبب في تلوث الأوساط المائية، أي تغريم مثلا. ما معنى تغريم؟ كأن يدفع كل شخص يتسبب في تلوث هذه المصادر المائية غرامة مالية. إذن رابعا التخلص من النفط المتسرب من الناقلات عن طريق الحرق أو الشفط، نقوم بشفط النفط لكي يتمكن الأكسجين من دخول إلى مياه البحر، النفاذ إلى مياه البحر. نفكر قليلا. أحسنتم. إذن فضلات المنازل يمكن أن يتم سن القوانين الحازمة ضد كل من يتسبب في تلويث الأوساط المائية، كما يمكن كذلك أن نقوم بحملات تثقيفية وتوعوية بيئية للمواطنين. النفط المتسرب من الناقلات، نعم يمكن التخلص من النفط المتسرب من الناقلات كما ذكرت سابقا من الغواصات والباخرات ومن آبار النفط ومحطات استخراج النفط، إذن عن طريق الحرق أو الشفط. أما مياه الصرف الصحي فيمكن معالجة هذه المياه في محطات بطبيعة الحال تكون مراقبة من قبل مختصين لإعادة استعمالها في ري الأراضي الزراعية، وتصريف مياه وفضلات المصانع في البحر يمكن أن نجد لها بعض الحلول كدفن الفضلات الصناعية بعيدا كل البعد عن أماكن المياه الجوفية والأودية والبحار وإلى غيره من الأوساط المائية. إذن أحبائي أذكركم مرة أخرى، اعتمدوا على كتاب الإيقاظ العلمي، ويمكنكم أن تنجزوا بقية التمارين الواردة فيه، كما يمكنكم البحث أكثر عن تمارين أخرى لمزيد من الفهم والتركيز. إذن أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.